قتل وفقد عدد من الأشخاص بعد أن اجتاح الإعصار المداري ساراي دولة فيجي الواقعة في جنوب المحيط الهادئ. وأكد المكتب الوطني لإدارة الكوارث في فيجي أنه تم نقل 2500 شخص إلى 70 مركز إيواء، محذرة من تعرض مناطق بالبلاد لعواصف وفيضانات بسبب ذلك الإعصار الذي ينتمي للفئة الثانية. وأوضحت الهيئة أن من المتوقع أن يثير الإعصار عند مركزه رياحا تبلغ سرعتها في المتوسط 110 كيلومترات في الساعة.